هذا وقد اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس في القدس بمناسبة زيارته لدولة إسرائيل ضمن وفد يضم عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية. خلال الاجتماع تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين وتحديد الفرص المتوقعة في هذه القطاعات الهامة وكيفية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في ضوء إعلان تأييد السلام. كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم تنمية العلاقات الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص في مملكة البحرين ودولة إسرائيل للتعاون وإقامة مشاريع مشتركة، خاصة مع ما يتمتع به اقتصاد البلدين من مقومات متقدمة تساعد على تحقيق شراكات في مجالات متنوعة.